مع بداية فصل الخريف لازم أعطيكم بعض النصائح اللي تستفادون منها لاختيار حقيبة اليد المناسبة خلال فصل الخريف والشتاء. من الحقائب اللي راح تكون رائجة خلال شتاء 2018 هي الحقائب اللي يكون عليها بصمات جلد الحيوانات أو حتى فرو الحيوانات، مثلاً مثل الثعلب إذا كان أيضاً على شكل جلد النمر ولكن بطريقة شعيرات مثل الفرو راح تكون رائجة لهذا الفصل. والشيء المميز اللي راح يكون أنه الجنط راح تكون على شكل أشكال هندسية، إما دائرة، أسطوانة، مكعب، مثلث، راح تكون تتميز بهذا الشيء، وأيضاً يصاحبها التطريزات اللي موجودة على الحقائب. إذا تتابعون فاشن دوتشان جابانا راح تلاحظون فعلاً خريف 2017 وخريف 2018 امتاز بهذه التطريزات مع الأشكال الهندسية بألوان مضيئة وغريبة تتراوح ما بين اللون الفضي مع الذهبي مع الألوان الحمراء والألوان المتعددة الشكل.